بسم الله، أسعد الله مساءكم جميعا. شكرا للجنة المنظمة لتكليفي بإدارة الجلسة الأخيرة. خلوني أبدأكم بكري، أنا كنت أتكلم، كنت بنحكي بدري عليه لما تكلم واحد من الأخوة بدري على الوصول إلى الثقافة وحرية الوصول والمشاركة. كنا احنا في ليبيا حتى المرحله الاولى ما زال بادين فيها. كنت نحكي لجماعه على الغداء توا البارحه، انا جيت من طرابلس وجبت شويه معي شويه كتابات من مكتبه الفرجاني، لقطت شويه كتابات حوالي 6 كتابات. كنت الهاجس نتاعي كان شنو بنقول لما بيمسكوني في مطار بغازي وموزعهم على كم شنطه وواحد نقله فيدي، لان تجربتي معاهم في المطار سيئه للغايه. كل ما نمشي لمعرض الكتاب في القاهرة وتجيب معك كتابات، يجيك واحد جاهل ما يفهمش شو تبين. ومرة واحد قال لي أنت، قال أنت شنو تشتغل؟ قلت له أنا طبيب أسنان. قال لي وشنو كتابات فيه على التراث والدين ومش عارف شنو؟ شو دخلك؟ قال لي فيها القصة بيحدد لك حتى شنو تقرأ. فإحنا ما زلنا، أنا أعتقد المشوار ما زال طويل. على أي حال، بداية في هذا المساء سنستمع إلى السيد طالب الدكتوراه في الهندسة المدنية في جامعة باور هاوس في ألمانيا، السيد عبد المجيد بن دلة. على فكرة أنا اللي سألت على أبوك، لأن أبوك صديقي دكتور صديق، حيتكلم على الأرشفة الرقمية للموروث الفني، عنوان مثير من مهندس مدني، يعني لابد أن تكون رؤية مثيرة أيضا. تفضل دكتور عبد المجيد. أهلا وسهلا مهندس عبد المجيد، تشرف فيكم كلكم. مش عارف أنا شايف الكل بس مركز، أني شايف أستاذ رامز المصري راح فيه، مرحب بجميع الدكتور ان شاء الله. الدكتور نجيب الدكتور موجود، الدكتور هذا الدكتور فتحي، بارك الله فيكم على الفرصه هذه وعليه فرصه هذه مهمه جدا كانت بالنسبه لي، ان المشروع اللي نشتغل فيه نحاول نصيغه في سياره فعليا تبين الهدف منه بشكل اساسي. فبدون اضافه احب مباشره نبدا. طبعا انا فعلا دكتور طالب الدكتوراه في الهندسه المدنيه، ولكن منذ صغر عندي اهتمام بالفنون يعني سواء كانت ذاتيا او منطقه، فان شاء الله يقدر يكون يطرح المشروع العملي للاهتمام بالفنون. يعني لو نتكلم على ليبيا ومقاطع الجغرافيا، هي فعليا نقطه التقاء بين المشرق، يعني المشرق من مصر والشام والخليج وخصوصا حتى ايران والمغرب، طبعا حضاره الاندلس وحضاره الدول الحصيه والموحديه وغيرها. في الجنوب نجو الصحراء الكبرى والحضارات الافريقيه، وفي الشمال طبيعي جدا بحكم اعتبارنا طول ساحل من اطول على البحر المتوسط، فالثقافه الليبيه مؤثره بكل هذه العوامل، خصوصا ان طرق القوافل كانت سبب رئيسي في انتشار الفنون الليبيه وضاحت يعني فنون زاهره جدا يعني متنوعه، وهذا شيء لا يخفى عن الكل. يعني موقع الجنوب الذي اكتشفت اكتشاف كنت في المانيا، وانا مش بنهايه بنجلس. المهم الموقع هذا هو ما مش عارف كيف واحد يسميه، بس موقع شكله بسيط لكن غني بشكل غير عادي. الفكره فيه هو ان يعرف حميد المدن، طبعا تصنف في كل مدينه، كان ساكن في مدينه اسمها فايمار، مشهوره طبعا سابقا بجامعه فلورنس، ومشهوره ايضا في السياسه مع المانيا كان اسمها جمهوريه فايمار الاتحاديه. فمثلا نربط الاسم فايمار يقارن كل اعرافه وتقاليد المدينه هذه، شو تتميز على الحرف؟ مواقع مميزة بها وفيها قصص وأساطير معينة ليس بها وغيرها، لو عندها إنتاج شعبية وغيرها، ولكن المهم هو أغانيها التراثية المخصوصة النصية والموسيقية.
ومعاني كلماتها ومن غناها القارئ غير كثير كثير. انا نفوت شوف بتقسيط البيبر الواحد من طلع اكثر عليه، هو هذا مش كيف اسمه باللغه بس ولكن الانسان متصدق حتى ممكن يتصدق ممكن الفيديو ومحتوى العربي. فطبعا اول مشروع باش يتحقق ويرتقي بالشكل اللي حابين نكون عليه ان شاء الله هو كبار الوقت، هو اول شيء يكون فريق العمل. وهنا حاب ننوع قالوا بين جهه ذوي الكفاءه ذوي الاهتمام. صعب جدا في منطقه جامعه نتكلم على الفنون الموسيقيه ونعرف من الشغل اللغه نعرف شغل برمج وشخص فلان يكون كان منتخب الاله وبين واحد فاهم منطقه الاله بحيث فاهم المنطقه في قوى لو قراءه بياده المنطقه هذه وهي محدوده ولكن يعني نشوف من ناحيه تكون الفرص من قوه او لا انه انا عارف ان المشروع على الاقل او يعتقد نعرض عليها سريعا هي عوائق معرفيه وتقنيه وماديه من معرفه بالشيء بالعلم الموسيقي مع او العلم الشعري وبالمعرفه التقنيه يعني كيف يفرق ما يظلمش فيه ويعطي معلومات وعوائق كيف موضوع مزيان من هذا المشروع كل دائم في جواب كامل واحد حاب يحضر يتوقع في 8 أشهر لو واحد يحضر ثلاث مراحل رياضيه منها جزء فواحد محتاج حتى يكون في الكريم يعني كيف اللي يوظف هذا المشروع التجاريه بمثل عائد مالي حاليا العالم رقم الفرصه بتاعها ولكن يعني كمان تضر بقيمة المشروع فواحد كل ما يفوت نعم من نؤمن المشروع هذا ويشوف فيه أهمية كبيرة ويشوف فيه مهمة جدا. وبهذا نختم العرض الشاعري ونشوف الأي إس إن شاء الله. أنا أعتقد أن إذا نخلو الأستاذ فرج يكمل ولا أستاذ السليني من منظمة أكتد وهي منظمة فرنسية غير حكومية وهو مدينة بنغازي يتحدث وبعدين نفتح باب النقاش للاثنين مع بعض. مرحبتين بكم جميعا. أنا قبل ما أعرف روحي باكد أنا طبعا من تنقود وأنا اليوم الورق بتاعي بعنوان اللي في شاشة الآخر صورة متخيلة وعجز في التبادل الثقافي النبدي. أول شيء نحب نشكركم جميعا المنظمين وخاصة حسام اللي هو يعني ساعدني واجد في الورقة. من وأنا صغير طبعا أتفرج على الأفلام وأتفرج على المسلسلات القديمة أشوف اللي بيجيبوا فيه يا إما بشخصية المخبر يا إما بشخصية البدوي يا إما بشخصية الإرهابي. وما فيش طبعا للدولة نظير لها سواء في افلام او مسلسلات ان هي تقدر تعرف الليبي بشكل يعني كويس وبك يعني تحافظ على الامن الثقافي وتمر الدبلوماسية الثقافية يعني. كلمات مفتاحية للورقة سياسات ثقافية، دبلوماسية ثقافية، إدارة الصورة ثقافية، قوة ناعمة، أمن ثقافي، دراما ليبية، سينما ليبية. في الملخص الدراسه هي تهدف ان هي تكشف ملامح خصوصية الثقافيه في الانتاج السينمائي والتلفزيوني اللي خلت القطاع السينما والتلفزيون ما تبررش او تدير الصوره الشخصيه الليبيه بشكل كويس عند الاخر. مصطلح الاخر طبعا هو مصطلح استعمل جاي في كتاب القوه الناعمه وتحدث فيه عن استخدام امريكا القوه الناعمه وعن اهميه القوه الناعمه للدول اللي هي تمرر ثقافتها. ساعد باحث عبر البحث المكتبي والدراسه الوصفيه للمؤسسه الليبيه الرسميه في مجال الانتاج السينمائي والتلفزيوني الى الوقوف على اهم ملامح هذه السياسات وتحديد اوجه اصولها تجاه التعامل مع الاعمال المرئيه السينمائيه والتلفزيونيه الاقليميه والعالميه التي تناولت الشخصيه الليبيه المنظومه. وهذا لغرض الخروج بتوصيات اوليه من شانها الاسهام في تحسين سياسات الدوله في هذا المجال. حنمر بسرعه بس على سبب الوقت بس بصدر اختصار يعني. في الإطار النظري على الرغم من المساعي الحثيثة التي تهدف إلى ارتقاء العمل السينمائي الليبي والدراما الليبية أن هذه المحاولات بجلها تفتقر إلى مشروع استراتيجي منظم.
وفضل عمل واضح مشان تطوير قطاعين سينمائي وتلفزيوني واللي فيها حنمروا على خطط واستراتيجيات الهيئه العامه للخيال المسرحي والفنون. وحنقول عن كل نقطه منها باختصار شديد تعليق عليها. في الدراسات السابقه طبعا يفتقر مجال البحث الرياضي في ليبيا الى دراسات مختصه بالسياسات الثقافيه بصفه عامه ودراسات في مجال سياسات الانتاج السينمائي والتلفزيون بصفه خاصه. ومثل هذا الافتقار دافع شخصيا للباحث للوجود الى هذه المنطقه البحثيه لغرض الاسهام في فهمها واستكشاف اهم ملامحها ونقل صوره اوليه. وانطلاقا من واقع قله الدراسات المذكوره اثر الباحث البدء بالاشاره الى الادبيات العامه التي لها علاقه بالسياسات الثقافيه والهويه بشكل عام وربطها أمامكم بسياسات خاصة بالإنتاج المرئي في ليبيا وكذلك إذا كان نشر الصحافة العالمية عن موضوع الدراسة. ومع هذه الثلاث دراسات اللي هي دراسة ديما إبراهيم عن ورقة السياسات الثقافية في 2017 وخديت على تقرير سلسلة العروض يعني هوية ليبيا بعد المقومات اللي هي في تقرير هوية ليبيا بعد المقومات مركز دراسة القانون والمجتمع القانوني بالتعاون مع مؤسسة فان فول موفمنت. خديت برضه مقالة في صحيفة الجارديان عن السينما بعد الثورة. طبعا المشكلة فيه ان كل اللي يحكي عن السياسات الثقافية زي ما قلت السينما العربي اللي حكى عن الفنون الشعبية وحكى عن الادب اللي من نادر ما في حد يتطرق الى الانتاج السينمائي والتلفزيوني. نطاق البحث تم نطاق البحث على البحث المكتبي على دراسة التشريعات والخطط وملاحظة الممارسات الرسمية في مجال الانتاج السينمائي والمرئي التي يمكن النظر اليها جميعا على انها السياسات الرسميه للدوله في ليبيا في هذا المجال. بتركز طبعا انا شفت افلام ويعني عروض مرئيه ومقابلات مع مخرجين ليبيين وفي نفس الوقت زي ما قلت شفت التشريعات اللي في الهيئه العامه لخيال المسرح والفنون. مشكله البحث ملاحظه قصور السياسات الليبيه الرسميه في مجال تنميه الانتاج السينمائي والتلفزيوني وعدم تحقيق الاستفاده من هذين القطاعين في مجال اداره الصوره الثقافيه للشخصيه الليبيه لدى الاخر. تعزيز التبادل الثقافي الجدي مع المجتمعات المجاوره وصون الامن الثقافي. بشكل عام السؤال العام هو ما هي اهم ملامح قصور السياسات الليبيه في مجال الانتاج في مجالي الانتاج السينمائي والتلفزيوني والتي حالت دون تحقيق الاستفاده من هذه الادوات في مجال البلوره واداره الصوره الثقافيه الشخصيه الليبيه ذات الاخر وتوظيفها بوصفها ادوات لصون الامن الثقافي والقوه الناعمه والدبلوماسيه الثقافيه. تحتم يدرج ثلاث اسئله احمر عليه بالواحد. هل تمت اي خطط استراتيجيه او اعمال سينمائيه او تلفزيونيه استهدف الجمهور الناطق العربيه او الجمهور العالميه لتقديم الثقافه الليبيه المجتمعيه او لتحسين صوره متخيله عن الشخصيه الليبيه؟ السؤال الثاني كيف رسم الانسان الاخر صوره انسان ليبي من خلال السينما؟ السؤال الثالث كيف عملت مصر بوصفها دوله مجاوره ذات تجربه رائده في مجال السينما والتلفزيون واستخدامها ادوات القوه الناعمه والامن الثقافي والدبلوماسيه الثقافيه؟ لهذا اتمنى ان احنا نشوف ابرز الاعمال اللي تناول الشخصيه الليبيه ونشوف القصور في السياسات الثقافيه ونلقوا بتوصيات في الاخير عن الموضوع. المبحث الاول طبعا لما شفنا الخطط الاستراتيجيه خاصه بالاعمال السينمائيه نقدر نقول ان ليبيا من اول عرض طرابلس كان او عرض سينمائي كان في اول عرض كان في طرابلس في 1908 ليبيا في السينما لها تو اكثر من 100 سنه. عملت لكن بشكل عام كانت دور العرض تجيب في افلام ايطاليه وافلام مصريه. وحسب مقابله مع مخرج عبد الله زارور ان في 1968 كانت جميع الادوات نربط بدري لما سيد بركوشي واستلم الحكومه كانت جميع الادوات واجهه بان يكون في ليبيا ممكن تكون تنتج يعني اعمال سينمائيه كويسه لكن للاسف بعدها صارت ثورة الفاتحة من سبتمبر العظيم عام 1966. عرض ليبيا أول فيلم روائي لإخراج عبد الله زاروق في 73 بعنوان عندما يحسن القدر. طبعا وبعدها جاء في نفس العام قرار اللي هو في رأيه هو أنه هو يعني قاعد يكتب شوي شوي في الإنتاج السينمائي في 73 في النهاية تم تأمين هذه الهيئة. وبشكل عام يقول انه ما كانش في ليبيا يعني هي هذه ما انتشرتش الا ثلاث افلام بس منها فيلم عمر المختار في الثمانين. خلال تلك الفتره بدات الهيئه العامه لخيال المسرح مسيسه تماشى مع ايديولوجيات الكتاب الاخضر وهو امر اضر بها اذ لم تتعافى حتى بعد التغير الجذري في 2011 متمثلة في ثوره فبراير. ومع كل الحكومات جت من ابتداء مجلس الموضوع الانتقالي كان في الجهه التنفيذيه الى حكومه الوطنيه في 21
ما كانش في اي احتجاج او استراتيجيه محدده لارتقاء السينما في الليبي. طبعا حشوف ده للهيئه العامه لتغيير مصر والفنون عن طريق موقعها الرسمي، ويشوفوا نحن شويه شويه كيف رؤيه الموضوع وكيف قاعد نعالج الموضوع. طبعا هي تعرف في رؤيتها ان هي السينما والمسرح والفنون رسالات انسانيه ترتقي بالليبي للاحساس بالجمال التي تدفعه لتحمل المسؤوليه لرفع الوطن. وهي جمله لا تظهر فيها رؤيه واضحه من نواحي عده، لا يوجد عباره تعريفا واضحه لكلمه الخيال التي ترد في الاسم الرسمي لديها، وعوضا من هذا تبدا في عباره من السينما، يعني كمان في خياله في الاسم مش تستخدم في السينما بعدين، شو تعريف الخيال اصلا؟ تضع الهيئة مصطلح فنون بجانب مصطلحي سينما ومسرح، الأمر الذي يشدد المتلقي بخصوص اختصاص الهيئة ورؤيتها. لا يتضح من خلال الجملة ما هي تحديدا معايير الجمال المراد من الليبي والارتقاء بها وتحسسها، ولا إشارة لمن من المفترض أن يتحمل مسؤولية جمالية، هل المتفرج متذوق للجمال أم صناع عمل مرئي أم العملية شتى أنواع الفنون بحكم أن هناك مصطلح فنون بجانب مصطلحي سينما والمسرح. بعض الأهداف حنطرقون بموقع الهيئة: تسخير المسرح والسينما والفنون في محاربة البدع والأداء السيء أو الأمراض الاجتماعية، مجرد أن يتم استخدام مصطلح الفنون مع مصطلحي السينما والمسرح، الأمر الذي يسبب الرهبة في عدم التخصيص أو التحدث بشكل خاص عن السينما والمسرح في مفاهيم القانونية تحت ذاتهما، وعدم جلب باقي الفنون للتعريفات بشكل فضفاض عام، وأيضا لا يوجد تعريفات واضحة بما هي البدع والأعداء الأمراض مراد محاربتها ومن أي جانب، هل البدع من ناحية دينية أي تسخير السينما والمسرح في محاربة البدع في الدين، أم أن المقصود هنا هو المجال الفني أو الإبداعي اللي أنتم بتدرجوا تبدعوا. المساهمة بتنشئ جيل تطور الفنون المسرحية والسينمائية الموسيقية، تمزج الهيئة فجأة الموسيقى مرة واحدة مع المسرح والسينما وتضع ضابطا لهذا المزج تحت مسمى الخيال والمسرح. توظيف المسرح والسينما بالتعريف بليبيا وفاريا وطبيعتها الخلابة. هنا نرى عدم ذكر الهوية في ليبيا أو تعريف شخصية ليبية أو تحسين صورة ليبيا عند الآخر أو أي هدف لبناء سينما من شأنها تحسين صورة ليبيا ويتم التركيز فقط على المكان. الموقع حكى عن الاستراتيجيات اللي هي عرفتها أن يكون وضع وتنفيذ خطط قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق الأهداف، وهي جملة بعيدة عن تكون استراتيجية من زاوية أن الاستراتيجية بحسب الكاتب الأمريكي لويس بوندي بأنها طريقة عمل الخطة وليس وضع وتنفيذ الخطط. نرى أي أن يعرف الاستراتيجية في طريقة وضع الخطر وليس عملها. من ناحية تنموية اذكروا الهيئة أنهم علاقة بمجتمع قوات مجتمع مدني ومدركة شنو يصير في المجتمع، وبالطبع بدون يقولوا شنو يبي المجتمع بالضبط بما أن أي مدركة هي هو شنو يبي، أو مثلا ناشرين أي ورش عمل أو لقاءات أو اجتماعات أو بيانات معرفة شنو هو المجتمع، شنو يبي المجتمع، شنو الفئات المستهدفة، والخطط يكون فئة أو شريحة. يذكر ايضا ان هي نفسها في 21 قالت ان لا يكون هناك اي عمل او اجتماع او تعاون بخصوص السينما والمسرح الا بعد الرجوع الى الهيئه واخذ منها الموافقه، الامر الذي يتنافى تماما مع عهد اهدافها وهو بريد التعبير ويتنافى بريد التحالف مع الحق وهي التجمع ومرفوض لان الدستوري في مجلس الوطن الانتقالي عام 2011. عمليا الهيئه تقول ان هو اسمع منه وسجل له وتبع. يفهم هنا ان الهيئه مستعده تماما ان هي تسمع منك وتتابعك وتدعمك. لماذا يتنافى مع قرار هاليفور بعدم التجمع الا بعد اخذ منها الاذن؟ كما نرى في جمله تخاطب الذكور فقط ولم يكن لغه الخطاب التوازن بين الجنسين، فكان يمكن ان تكون عباره اسمع منهم وسلم لهم وتبعهم او نسمع نسلم ونتابع. في الاخير تؤكد الهيئه خط خطواتها التي كانت تذكر فيها اليات عمل خطواتها وهي كالاتي: توفير مناخ مناسب للشباب للابداع في السينما، وهي عباره عن منفقه بخطط عمل او تصور واضع عن ماهيه هذا المناخ او توفير مكان لتوظيف هذه الخطوه. من الخطوات عدة دور عرض إنشاء سينما للطفل، دور معاهد الهيئة لتوفير فرص العمل للخريجين، وعمل قاعدة بيانات العمل. هذه الخطوات لم يتم ذكر معها آليات العمل أو على الأقل تخصيص لجان العمل على المستوى القريب والبعيد، لأن مثل هذه الخطوات تحتاج لكثير من العمل خاصة فيما يخص إنشاء قاعدة بيانات. فيما يخص خطوة دور المعاهد لتوفير فرص العمل، وبأن اللغة الخطابية الرسمية تقول بشكل مباشر أن لم توظف من ليس تابعاً لها. المبحث الثاني هو كيف رسمت الصورة الإنسانية في خلال آخر. طبعا بشكل سريع أنا اخترت تقريبا ست أفلام أو خمسة اللي هو فيلم الصحراء الكبرى في 43 مخرج أمريكي تزور تان كوردا واللي جاء فيه الليبي بشكل مخبر. فيلم تبرك في 67 اللي جاء فيه الليبي طبعا جايبين واحد ليبي لهجته
مصرية أمريكية وأبيض وأشقر وعيونها لونات ولابس لبسة تبوية مع أنه على أساس أنهم لابس لبسة عربية على أساس أنهم عارفين هو من التبو من أنهم تلقوه في صحيح. فيلم مريض إنجليزي في 96 اللي صوروه اللي المفروض أن أحداث الفيلم تدور في الحدود بين مصر وتونس لكن شايفين يبين كلهم باللهجة التونسية. فيلم طبعا 14 ساعة في 2016 جايبين فيه طبعا ليبيا كانها أول شيء معمار تونسي مغربي مصري الملابس أفغانية جايبين لقطة أنهم قاعدين في كافي مختلط في 2012 في سوق شعبي وضامر طبعا في 2012 خاصة وفي دواعش أخرى فهموا هذا وكانش يعني هو جاب التصور الأفغاني العراقي وجاء طبقه طول في ليبيا بدون ما يرجع إليه يعني شيء. المبحث الثالث هو كيف عمل دول مجاورة لسينما مصر في مجال السينما واستخدام أدوات القوة الناعمة والأمن الثقافي للدبلوماسية الثقافية. طبعا مصر عرفت السينما في 1896 وكان أول عرض سينمائي في 1895 فهي سابقة علينا. طبعا يعني الأحداث التاريخية بتاعها وكيف دارت العقبات كيف دارت سكن روحها كيف دارت تمرر الشخصية المصرية عن طريق المسلسلات والأفلام وكيف تمت بشكل كبير بركي في الموضوع هذا كده موجود في الورقة لنا حاجة يعني إن شاء الله مصر. زي ما قلت هو توظيف السينما في مصر لتعبير الشخصية المصرية واستخدام السينما كصمام أمان للدولة بفضل استخدام القوة الناعمة لتعبير إيديولوجيات الدولة. العمل والتوظيف الثقافي في مصر للسينما مهم جدا كتجربة يكون نسخة في ليبيا تكوين نقابات بقرارات وخطط تنظيم للدولة لديها أهداف ومهام وتخصصات واضحة من الشأن دول العالم التابعة للدولة. الخلاصة يمكن نظر إيقاع ثلاثة قائمين على سوق السياسات الثقافية في ليبيا بقضايا الاقتصاد الإبداعي والقوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية والأمن الثقافي وإدارة السوق على أنه السبب الرئيسي الذي حال دون اختفاء قطاع السينما الليبي نظيرها الإقليمي النزيهي والمصري. تهتم الدولة بسن التشريعات العامة على تقديم قطاع السينما والتلفزيون ولا بدعم البنية التحتية والعمل على استفادة من التجارب المحيطة كالتجربة المصرية والتجربة السورية. هنخش دول في التوصيات. نظرا لمحدودية الدراسات التي تتناول سياسات الدولة في مجال إنتاج السينما والتلفزيون يوصي الباحث بالقيام بمزيد من الدراسات من شأن الإسهام في فهم أعمق لهذا القطاع والوقوف على أهم مشاكله بتقاطع وإجراء مسار استكشافية لغرض تحسين سياسات الدولة في هذا المجال متلقى من المعطيات الدقيقة. يوصي الباحث الهيئة العامة للخيال والمصرف النور بإعادة النظر في رؤيتها وأهدافها وإعادة زوجها بالاستعانة بمختصين في الإدارة الثقافية والسياسات الثقافية التوصية الثانية يوصي الباحث الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون بإعادة النظر في رؤيتها وأهدافها وإعادة صوغها بالاستعانة بمختصين في الإدارة الثقافية والسياسات الثقافية يستندون على معرفة وخبرة في المجال. يوصي الباحث بالعمل على إنشاء صندوق متعدد المصادر المعني بتمويل الأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية. وأخيراً يوصي الباحث السلطات الليبية بتأخذ قيادة قضايا الاقتصاد الإبداعي والقوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية والأمن الثقافي وإدارة السور على محمل الجد وأن تضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد التي بشأنها بناء قوة ناعمة تضمن التبادل الندي مع دول الجوار عبر الأعمال السينمائية التلفزيونية. سامحونا طولنا عليكم. نفتح باب النقاش في المحاضرتين اللي سمعنا إليهم. المستغرب يعني كيف ما شفت في موقع سماعي للطلبة الأصيل؟ واعتقد انه هو الموقع هذا يعني احد اهم المواقع اللي على الاقل فيها جزء كبير مخصص للاغنيه الليبيه والتراث الليبي. طبعا موقع سماعي يعتبر هو شوف لما تكلمت عن مشاريع مشابهه كانت تصب من شكل الموقع بعدين. بالنسبه لموقع سماعي هو فعليا هو منتدى وليس موقع ولكن لو امكنني نقول انه هو فيه فعليا الارشيف الفني الليبي بالكامل منتدى غني جدا جدا ومصدر مصدر اساسي في عمليه تجنيه باي احد بدات اي شيء في الموسيقيه الدينيه فهو ايضا مصدر اساسي يعني في تكوين المشروعات لا يعلى على موقع سماعي يعني بس كلمه مشاريع مشابهه في الاقطار الاخرى الدار الليبيه وبالاضافه الى كل منتدى مش موقع زي ما حكيت ولكن منتدى سماعي عنصر اساسي. أنا ممكن أعقب بس شوية على الورقة مش عبرقة يعني بعض المعلومات اللي أنت هديت تخرج في الورقة. أنا طبعاً حاولت أتواصل مع الهيئة
متحدث عليه المسرح والسينما والخيانة. الإشكالية أن الهيئة مكتوب يعني اسمها المسرح والفنون والخيانة. هي لا تنتج في أعمال سينما ولا تنتج ولا حتى تصرف على مسرح. وعندها ميزانية كبيرة جدا بالملايين. تنتج بشوية أعمال تلفزيونية يعني يعبوا فيها على بعض القنوات. والباقي الميزانية ما نعرفش يعني ما. فهي حقيقة هي اسم بس مسمى هي موجودة في الدولة. وفيها ميزانية كويسة لكن ما تصرفش نهائيا على لا على المسرح ولا على السينما يعني ما عندهمش رؤية واضحة وهو كان في فلوس واجد يعني يقدروا ينتجوا عن طريق أعمال واجد لكن في إشكالية في الهيئة أنا مش عارفة ليش وحتى ميزانيتها للعلم هي ميزانيتها من كم يوم سمعت أن ميزانيتها من قناة ليبيا الوطنية يعني قناة ليبيا الوطنية جزء من الميزانية يمشي للهيئة بتاع المسرح والسينما والهيئة هذه طبعا الإشكالية الأخيرة أن من حكومة الوحدة الوطنية صارت إشكاليات أكبر عليها يعني بين الشرق وبين الغرب ونقلها ونقل الإدارة هنا فللأسف الهيئة مجرد مسمى بس يعني. إذن في ختام هذه الجلسة باسم هيئة تحرير إسكيلوجيا وباسم الجامعة الليبية الدولية شكرا جزيلا للإخوة اللي ساهموا بأبحاثهم وبورقاتهم في هذه الندوة الأستاذ رامز النويسري اللي تجشى معنا السفر من طرابلس وتوى السفر بطرابلس لبنغازي حتى هو قصة الأستاذة مفيدة والمفيدة اللي أنا اللي في ذهني كانت اللي من صبراتها نعم ايوه اللي اي والاستاذ حسام التني وصالح بالخير وريحان العمامي ومفتاح الزاوي وعبد المجيد تو من دله والسيد اسامه الطشاني وسمحنا يا اسامه على الغداء نعوضها لك ان شاء الله والاستاذ فرج السليمي انا بس في ختامها ادعوكم الى حاجتين أدعوكم إلى أن نستمروا في هذا الأسبوع الثقافي عندنا لعلكم شفتوا في المطوية في مجموعة من الأنشطة الثقافية في الفترة المسائية بعد الساعة 5 بكرة عندنا حلقة نقاش حول مشروع الإعمار القيمي مع مؤسس تجرد العمارة والفنون حتكون في قاعة الوحدة كل اللقاءات حتكون في قاعة الوحدة الوطنية قاعة لوطة صغيرة هكي فيها شوية حميمية والعدد محدود فأدعوكم إلى يوم الأحد يوم الاثنين حتكون فيه 23 الاثنين فيه حديث حول النقابات في ليبيا بين التعدد والتشظي دكتورة عبير منينة الثلاثاء فيه هوية الاقتصاد الليبي دكتور ناصر بوخشيم وفتحي المجبري وهذه حتى هي مسألة مهمة ياريت يقدر واحد يوصل يعرفنا شنو هوية الاقتصاد الليبي هذا لعشرين سنة خمسين سنة وتاية الأربعة الجذور البيولوجية للعدوانية دكتور محمد المفتي ويوم الخميس بين النضال السياسي والنضال المعرفي للدكتور نجيب الحصادي الحاجة الأخرى اللي أدعوكم إليها هذه المجلة الإسكيلوجيا تدعوكم والله يا دكتور هذا إلى الكتابة فيها والمساهمة في نشاطاتها وهذه راهي جرة العادة أن كل الأعمال اللي من هذا النوع تقوم بها الدولة الحكومة وتنتهي لأن الحكومات تنتهي وتتغير وما تستمرش إحنا ناويين أن هذه المجلة بهيئة تحريرها وبدعم الجامعة حتستمر أشكر حضوركم مرة أخرى وأتمنى لكم التوفيق وعودة طبعا الشكر موصول أيضا لإدارة الجلسة الدكتورة أمينة وحسام وعودة آمنة يا سيد رامز وكل من شكرا